المسجد إن شاء الله نحتسبه شهيدا عند الله عز وجل لإعلاء كلمة لا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: يغفر للشهيد كل ذنب إلا اثنين. فمن باب تبرئة الذمة، من كان له حقا، من كان له حقا عند هذا الشهيد، فالوالد والد الشهيد موجود لتبرئة ذمته أمام الله تبارك وتعالى. تبرئة الذمة هذه لابد أن تنتبه إليها حتى على جنازة الشهيد البطل فمن كان له محمد حق كيال. عند الشهيد فالوالد والد الشهيد موجود. الضيف سرمين صلى على جنازة الشهيد البطل باسل محمد كيالي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كثير الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الشهيد البطل باسل كيفي. الله أكبر. 11 الله أكبر. الله أكبر.